السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اليوم يوم الخميس الموافق 20 من شهر أكتوبر 2011، ما زلت موجود في ستوكهولم السويد، وسمعت لتوي خبر قتل القذافي. للأسف أنا موجود في وسط المدينة ولا أملك إنترنت لأتأكد من الخبر، بس على ما يبدو هنا هؤلاء بعض الأشخاص الليبيين يحتفلون بهذه المناسبة السعيدة، والله سعداء جدا، وأتمنى أن أشاهد الأخبار، ولكن على الأقل أنا هذا لا أشاهد الاحتفال الآن. نشاهد أيضا بعض القنوات التلفزيونية تغطي الخبر. أحب أن أنوه بأننا في وسط العاصمة ستوكهولم، مركز المدينة هنا سنترال ستيشن كما تسمى، المحطة الرئيسية. أذكركم بأنني سمعت خبر قتل القذافي فقط قبل حوالي نصف ساعة تقريبا، عندما كنت في المسجد سمعت من أحد الأخوة وأتيت مسرعا هنا لما يخبروني بأن هناك بعض الليبيين يقومون بالاحتفال، وفعلا ليس عدد كثير، بس ربما كانوا أكثر قبل دقائق. نشاهد أيضا يبدو أحد المحطات التلفزيونية المحلية تجري بعض اللقاءات أيضا هنا مع أحد هؤلاء الشباب الليبيون، يلبس قميصا به العلم الليبي. ومراسل آخر هنا، لحظات فعلا تاريخية جدا بقتل القذافي، وأخيرا الحمد لله التقيت بأحد الليبيين الموجودين في ستوكهولم ليلة البارحة في أحد المساجد، وأخبرني بأن عدد الليبيين الموجودين في السويد بصفة عامة تقريبا يصل عددهم إلى حوالي 4000 ليبي، كما نشاهد معظمهم من الشباب الصغار الذين تركوا بلادهم للأسف بحثا عن وظيفة، ومعظمهم يعملون في وظائف ليست حتى بشهادات، وظائف مثل في المطاعم وأعمال مثل هذه. السلام عليكم مرة أخرى، أحييكم في هذا اليوم هنا من المحطة الرئيسية في مدينة ستوكهولم العاصمة السويدية، والخبر العاجل لهذا اليوم والذي سمعنا به قبل قليل هو خبر قتل القذافي. للأسف أنا لا أملك إنترنت ولا أملك حتى تلفزيون موجود في داخل المدينة الآن، ولكن سمعنا بالخبر وفعلا يبدو الخبر صحيح جدا، حيث شاهدنا مجموعة من الليبيين الشباب الليبيين طبعا الموجودين في مدينة ستوكهولم يحتفلون بهذه المناسبة السعيدة جدا، يرفعون الأعلام الليبية. والله الإنسان يتمنى أن يكون في هذه اللحظات بين أهله في 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 طرابلس في ليبيا الحبيبة لكي يحتفل مع أصحابه ومع عائلته ومع كل الليبيين. وبهذه المناسبة أحب أن أهني كل الليبيين وكل العرب والمسلمين أيضا بهذه المناسبة السعيدة، وهي قتل الطاغية القذافي المجرم الذي قتل الكثير من أبنائنا الليبيين وشرد العائلات وأيضا العديد من الجرحى في تامن. وهنيكم مرة أخرى بهذه المناسبة السعيدة وأحييكم، وأتمنى أن تدوم الأفراح والمناسبات السعيدة في كل بلادنا العربية والإسلامية. أترككم مع هذه اللحظات لأن هناك مازال مجموعة من الشباب يحتفلون، الشباب الليبيين طبعا يحتفلون بهذه المناسبة هنا أمام أحد مداخل مترو الأنفاق هنا في مدينة ستوكهولم والتي تظهر خلفي مباشرة كما تشاهدون في الاتجاه.